ليكي اجت مصاصة الدماء، روحي لهي وما تخليها تقطع الريسبشن. مصاصة الدماء؟ أنا وقت عرفت ما قدرت حتى إني أعمل تويت، حملت حالي وإجيت. عن جد كلك ذوق أريج خانم، بس ليكي هلأ الكل مضغوطين. لحظة. زينب خانم؟ إيه مع الأسف مزبوطة الخبرية. حياتي أنا رح أقول البقية بحياتكم، حياتكم الباقية وأطلع، يعني ما رح أخذ من وقتهم كتير، وأكيد ما رح يعملوا اجتماع بيوم مثل هذا كمان. ولا يهمك أنا ناطرانيك. لميس خانم قالت لي إجت مصاصة الدماء، مين بتكون؟ ما عرفت. شو؟ مصاصة الدماء هون؟ إيه؟ هي بتكون الصحفية أريج. أنو واحدة القاعدة هوني؟ إيه هي هي. ماشي. يسلم عمرك. مرحبا، أنا مساعدة لميس خانم. مساعدة جديدة؟ حياتي لميس بتعرف إني هون؟ طبعاً بتعرف، بس مضغوطة كتير بسبب التليفونات، وهي بعتتني لحتى أوصل لك اعتذارها. لا بسيطة، ما في مشكلة، مستحيل أخذ على خاطري منها بهيك يوم، بس هدول التليفونات بدهم يخلصوا بالنهاية، ما هيك؟ هدول الرجال فظيعين، ما حدا بيقدر يحذر عليهم. شو؟ لا، والمسكينة مرته كانت ناطرته بالأوتيل، يعني هلأ المخلوقة تزعل على موت زوجها ولا تعصب من خيانته لإلها، شو تعمل؟ لا لحظة أريج خانم، لا في لا خيانة ولا غيره، نادر بيك هو وبالبحر إجته جلطة قلبية. حبيبتي طبيعي بالتصريح الرسمي هيك بينحكى. حضرتك شو اللي عم تقولي؟ في إنسان مات اليوم ولسه مرته ما عم تستوعب خبر وفاته، شلون بدها تتحمل هالإشاعات البشعة؟ حياتي ليش معصبة هيك؟ مو أنا اللي طالعت الإشاعة، هيك وصل لأدني. ومين قال لي للزوقية اللي وصل لك هالحكي؟ هلأ بصراحة ما بعرف مين، بس أنا هيك سمعت، هيك عم ينحكى. لا، معناها وقت تعرفي مين يا ريت تبقي تقولي لنا. تمام. شو هالدنيا هي؟ إن شاء الله مرته لنادر بيك تعرف مين هو وتمسح الأرض فيه. حلو كتير هذا الحكي دجلة، يسلم تمك. أنا كمان هيك كانت ردة فعلي بالضبط، بتصدقوا؟ قلتلن أنا نادر بعرفه كتير منيح، قلتلن أبداً وقطعاً ما بيعمل هيك عملة بشعة، وسكتت الكل. أنتوا ريحوا لي حالكم، تركوها علي أنا. هلأ بعد وفاة نادر مرته اللي رح تستلم الوكالة، ما يمكن تنباع، مين بيعرف؟ لنشوف. الزلمة مات بسببنا، طلع إجازة عمو نادر، عيش حياتك عمو نادر، رح تقتل حالك من الشغل يا عمو نادر، وبالأخير اقتنع منها وطلع على الإجازة ومات. يا ريت لو ما سمع كلامنا. ألو نعم نهال، وقفي تمام، شو المشكلة؟ تمام، ممكن تعطي التليفون؟ طيب أنا رح لاقي حل نهال، خلص أنا رح لاقي حل، سكري وأنا رح أتصرف. بكره الناس اللي بيكونوا لحوحين. ألو دجلة، رح أبعت لك رقم مساعدة المخرج جاني، تعرفي منا وين اللوكيشن وبتروحي بتطالعي لي بارش من الكارفان. كيف ما فهمت؟ بارش وبيسام متخانقين مع بعض. متخانق مع بيسام؟ لا تحكي ولا كلمة قدامها لهي. إيه نعم، بنته لسراج الغليظة مثله نرفزت بارش. يلا روحي حليلي هالموضوع بقى. تمام رح حلها، يلا طالعة فورا. شكرا لك. عفوا حبيبتي، في شي مشكلة بموقع تصوير حكاية من الخيال؟ لا ابنو. قلتي بيسان، فكرتها بيسان أوزال. لا مو هي، انتي فهمان القصة. ايه حبيبتي ولا يهمك، يا عمري انتي. الواحد بهيك يوم المفروض يقعد عائق، نحن عايشين بتراجيديا وهن راكدين ورا الدراما المزيفة. مزبوط والله. ليلى لك شو أخبارك؟ ايه الريتنج منيح، انتي منيحة ما هيك؟ يعطيكن العافية. لك سمعتون عم بيقولوا انه في خناقة عندكن باللوكيشن بين بيسان أوزال وهذا شو اسمه الشاب بارش، صح؟ لا ما في خناقة أبداً، هني بس زوروا بعض مو أكتر. أنت شو عرفك؟ أنا بدرى بكل شي، هات احكي لي شو الموضوع. ما فيني احكي ولا معلومة، بعدين المخرج بيطلع روحنا إذا عرف إنه الأخبار عم تتسرب. بعتذر منك، لازم روح على شغلي. أهه